السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى 100 مليون مساء عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده من دمياط احنا بنصبح عليكم. النهارده طالعين يوم في التماسي، والتماسي قال عادش تماسي على السما فاضيه، عادش غواه، خلاص السما فاضيه. الساعه 5:30 مش شايفين، كله حمو على الجناب. الفيديو ده اهداء لحسين البو. احلى 100 مليون مساء عليك يا بو، القاهرة السيدة عايشة، الأرض الطيبة اللي أنت منها. الفيديو ده أنا بصبح عليك بيه. النهاردة حبيت أقول لك في الفيديو النشة بقت ألمونيا والنشيشة بقت ساكسونيا، زي ما أنت بتقول، ولا ألمونيا، ما عادش حمام في السماء. الساعة 5:30 ومانيش شايف حمام ولا شايف تماسي ولا شايف مجال. النهاردة معايا حمادة عيسى، صبح على الناس عيسى. صبح على حسين البو. صباح الفل أحسن. احلى 100 مليون عمس عليك يا سحس، وانا فرحان ان انت رجعت تعمل فيديوهات من تاني، مش كلام والله. ارجع يا عم، ارجع للمحتوى، متع الناس بالكلمتين الحلوين حتى، والله دونا عن اي حد، مع احترامي للناس كلها انا بحب اتفرج عليك. انا بهديك بالفيديو ده، وزعلت قوي منك لما انت قفلت على الفيديوهات بتاعتك او مسحتها يا اخي، كنت سيبها بنتعلم منك اي حاجه كده. احلى 100 مليون مسا عليك يا حسين، وانا بهديك بالفيديو دوت، وهنفتح الحمامتين كده وهنطلع نخترق السحاب. فين الحمام؟ مش شايف انا حمام في السماء؟ فين؟ فين يا جدعان الحمام؟ خلاص يعني ايه بقت كده؟ ما عادش حمام في السماء؟ ما عادش تماسي؟ فين التماسي؟ شايف في غيه هناك؟ ايه شايف الغيه فين في الوط تحت؟ ننزل نفتح لكم على حمامتين كده ونمتعكم بالكرة بتاعتنا. حمامتنا هما، اللهم صل على النبي، ليفربول ابو صلاح. نصبح عليك النهارده ابو صلاح، خليك معانا، رافعين لك الخيالات الحمراء. هي انزل نفتح لشبان من تحت، من على الشيكولات. ريال مدريد، بس الدنيا دوره معاه حسين. الدنيا دوره مع الريال من ساعه ما كريستيانو مشي. انزل يا جدعان نفتح الحمامتين، فتح لهم كده عيسى كده عم بزق الشبكه. اما افتح الحمام يلا بطل اجيبك لو انت فين، مش هسيبك. عم فرقك على الحمام. حمامتين قليلين يغنوك عن ألف حمامة. كتار، اللهم صل على النبي، واللي صل على النبي يكسب. الحاب الأحمر اللي هناك ده بتاعنا عيسى. تعال نشوف كده الحمامة هيطلع فين. الساعة داخلة على 6، المغرب هتدان اهو. ماله الحلب الاحمر ده زعلان؟ روح يا بطل، روح روح. شايفين حمام في السماء يعني؟ احنا فاتحين أولة، مش حمامتين، حمام ناش، حمام ده احنا نشيله على ايدينا. والله زغليل شبابات السنة، زغليل، ما انا بقول لهم شبابات السنة، شبابات السنة، لا شبابات السنة لسه صغيرين. الراجل ده برضك ما ننكرش حقه وتعب فيهم وما يرضي الله. والله جد بقى نفسي اقدم لكم محتوى تستفيدوا منه وتتعلموا منه زي حسين كده. بس بالامانه لما باجي اعمل حاجه مهمه او حاجه افاده محدش بيهتم، بالامانه محدش بيهتم. بلاقي كده زي ما يكون الحاجه المهمه محدش بيهتم بيها. تعال ما فرقوا على الحمام. فين يا جدعان الحمام؟ اهو، اللهم صل على النبي. حمام هناك اهو، حمام هناك اهو، اللهم صل على جمال النبي أفضل الصلاة والسلام. حدش نفسيش، خلاص الحمام بيجري اهو. حمام والله طلع يجري،
اهو على الله تكون الكاميرا جايباه وتكونوا بتتمتعوا معانا. راجع تاني اهو، فين ضربة حمام وضربة الجناح؟ ضربة جناح الحمام فين؟ فين النهاردة؟ ما بشوفش انا كلام من ده، والله ما بهرج. مسكنا؟ مسكنا مع مين يا عيسى؟ مسكنا مع حمادة عزبة اللح، احلى رجالة في عزبة اللح. حمام هناك اهو، مسكينة يا جدعان. يا رجالة، الناس اللي بتقدم المحتوى هتعمل فيديو حلو وفيد الناس، فيدها صح والله مش كلام، هتكسب نفسك وتكسب كرامتك وتفرح لما تتفرج على فيديو انت بتفيد فيه غيرك، والله العظيم وكلام. مش هتفيده ما تضروش، يعني انت مش هتفيد حد من تقديم المحتوى ما تضروش، مفيش فيها لا عيب ولا فيها زعل ولا فيها اي حاجه خالص. انت مش هتفيد اللي قدامك لو بكلمه او بمعلومه ما تضروش، مفيش فيها اي زعل. انما ما تخليش مثلا شاب طالع صغير وتضره، تخليه مش فاهم حاجه او انت تقدم له حاجه هو مش فاهمها. لو مش فاهم حتى انت ما تتكلمش، قدم محتوى حلو لنفسك مش لحد، محتوى حلو الناس تحب تتفرج عليك. ابتسم في الفيديو، خلي واحد كده بيتفرج عليك مزاجه مش حلو، خليه يتفرج عليك يطلع من اللي هو فيه، ما تخلوش يتفرج تزود همه همان. انا بتكلم بجد، انا واحد من الناس يعني بجد بقدم المحتوى يعني لنفسي، ولما باجي اعمل حاجه بحاول ان انا افيد الناس فيها، ما بفيدش حد ما بضرش حد. يعني لو انا بقدم المحتوى ما بفيدكش ما بضركش، ما بتتضرش مني، ولو بتتفرج عليا بتتفرج عليا وانت مبسوط او وانت فرحان. في ناس كتيره بتقول لك انت بتضحك في الفيديو مش بتضحك في الفيديو، يعني الابتسامه في وش المسلم صدقه، مع احترامي للناس كلها، يعني خلي الابتسامه في وشك. انا بحب حسين، الراجل ده انا شخصيا ما شفتوش على الحقيقه، هروح له يوم القاهره ولازم انا اقابله ولازم انا اعمل معاه فلوج، مش كلام، انا ما شفتش الراجل ده على الحقيقه، بس كفايه كده ضحكته في الفيديو وتقديمه للمحتوى. احسان ركز في المحتوى، ركز في المحتوى، انت راجل نشيش وراجل معلم والناس بتحب تتفرج عليك، وما دام انت محبوب يا ابن الحلال في الحاجه دي قدمها بدماغك ولمزاجك مش لحد. يعني اخ صغير بيقول لك يعني معلومه كده، ويا عم لو انت حتى منطش فاضي او دنيتك مش سامحالك، اول ما تبقى طب اعمل فيديو، الناس بتستناك، عندك جمهور بيحب يتفرج عليك، يعني ما تخلاش بيه. انا واحد من الناس زعلت قوي ان انا ما عدتش بشوف الفيديوهات بتاعتك، بامانه ربنا كنت بدخل بقعد اتفرج عليك، ايه بيعمل ايه، بيروح فين، طب جاي منين، ايه ما تلاقي حد بيهتم بيك ما تخلاش بيه. النهارده الساعه 6 واحنا لسه مفتحين الحمام والحمام طاير، انا بس داخل بكلمكم من الموقف من هنا عشان الهوا بيغروش على الصوت وبيدروش على الدنيا. ان شاء الله انتظروا فيديو كاروس ساده وقشر بندق من على ترابيزه البلياردو، احلى واجمل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. الحمام فوق اهو، اللهم صل على النبي، معانا كام فرد كده وعايزين الناس تسيب تماس، ما انتش بشوف انا التماس ولا ايه يا عيسى؟ لسه في تماسي؟ عادش تماسي؟ كل الوقت بيفتح الحمام وايده على قلبه؟ يا عم الواحد بيفتح الحمام جعان اهو يحك وتتلاقى على الضهر، تمام. سقط بقى بواحد، سقط بحاجه هو ورزقه، يعني هو الوقت كله بيفتح عشان يعمل كده. هو سقط بواحد عليك اللي عوض، ما عادش هتشوفه في العالي التاني. الغيه غيت مزاج يا عم، الغيه غيت مزاج بشوات، مش غيت السحتجيه. لا كل الوقت بقى بيطير يستنى اي فرد ياكل حمام، هي دي الغيه يا جدعان بصراحه، غير كده ما عندناش بنشوف بامانه ربنا. ان واحد حتى يربي فرد حمام حلو الناس بتستكتره عليه، يقول لك مش عارف مربى حمامه حلوه ومش عارف ايه ومش عارف ليه ليه ليه. اقول لك في واحد بنوزك اسمه، تعال قال لي احنا ما ينفعش نبقى صلح. ليه بقى؟ بقول له لا يا عم احنا كده كده ضد. قال لي ما ينفعش نبقى صلح. بقول له لا، بيقول لي يا عم انت مختار حمامه حلوه يا عم، ما ينفعش.
لا ما ينفعش، بتربى حمامة حلوة بس تكترش على نفسك، بس تكترش على نفسك ان انت تطير حمامة حلوة. مش المطلوبة يا يحيى. اه؟ ما هوش ده بس الى حد ما كويس، الى حد ما حلو يعني. حمامتين عادات، حمامتين وزار، حمامتين يعني حمام كويس ان هو تقف قدامك ما تستكترش على نفسك طار حمام حلو، وما ما تاخدش مثلا ان واحد بيطير حمام وحش انا هطير زيه، لا اعمل حاجه لنفسك جديده لوحدك، مش مهم تبص الحواشه. بأمانة ربنا حماده بيربي فرد استرال عشان لو ضرب في 60 دقيقة. شوف يعني بيقول لك ايه الفكرة، ان هو بيربي فرد استرال عشان الفرد لو ضرب في 60 دقيقة. طب ما فكرتش ان انت تربى حمامة حلوة لمزاجك؟ بأمانة ربنا مش مهم حمامة عالية كمستوى، حمامة حلوة، حمامة انت تقف تتفرج عليها تتكيف منها، مش شرط اقول لك تروح تجيب حمام غالي وألوفات تطيره، لا حمام عادي يا عم، بس حمام حلو، حمام حلو، بس تكتشف نفسك الحمام الحلو. واحلى 100 مليون مسا عليكم يا جدعان. شغال على الجناح، تحت الجناح دوم واحده عايز اخليهم ينزلوا. فين شايف الحمام؟ فين الحمام؟ فين؟ اه حمام احلى 100 مليون مسا عليكم يا رجاله. النهارده كده يوم نش، بقالي كتير ما عملتلكوش فيديوهات نش، ان شاء الله انتظروا فيديو كاروسه ده وقشر غندق ويبقى احلى فيديو باذن الله. تحياتي للناس كلها.